بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده كيكة البلح الأسمر. يعني طريقتها سهلة جدا وبسيطة. يعني أنا كان عندي كمية من البلح وكنت محتفظة كده، يعني كل كيس كده هوت يعني ربع كيلو بلح متفصص صافي. حبايبي ده كده، فانا بعد ما بفصصه كده بستعمله بقى ايه، باخد منه وبستعمله ايه في يعني في اي وصفه انا بعملها. النهارده بقى هنشوف مع بعض مقادير الكيك هنحتاج لايه. هنا معايا كوبايتين دقيق إيه؟ اللي هي الكوبايه دي كده حبايبي. وهنا معايا نص كوبايه زيت، نفس الكوبايه هتعايري بيها، ودي كده كوبايه ميه هي برضو نفس الكوبايه دي اتعايرتي بيها. طبعا ممكن تستعملي لبن بدل الميه، انا كنت هنجيب لبن بصراحه بس ابني مش موجود دلوقتي، فقلت اعملها بقى ايه بكوبايه ميه وخلاص. بس هي هتمشي يعني. هنا معايا 3 بيضات، وهنا معايا كوبايه سكر، نفس الكوبايه برضو ديت بعاير بيها كل حاجه. معايا كيس بيكنج باودر، وهنحط رشه ملح بس كده صغيره على يعني على خليط دي كده وانا بنخل. وهنا بقى دي كده الصينيه اللي انا هستعملها. هستعمل بقى ايه شويه زيت هدهن بيهم الصينيه، وبدل الدقيق بقى بدل ما ارش الصينيه دقيق، هنا معايا ده كده ربع كوبايه سكر وعليهم معلقه صغيره كاكاو. هبدا ان انا اقلبهم مع بعض وادهن الصينيه بالزيت وبعد كده ارش السكر في الصينيه. والبلح بقى هنشوف مع بعض برضو هنحطه في الصينية من تحت. بس انا دلوقتي بقى ايه، انا هبدأ ان انا اجهز اول حاجة اللي هي الصينية عشان تبقى ايه جاهزة ايه معايا. كده بقى ايه حبايبي، هبدأ اللي انا ادهن الصينية كده اول حاجة معايا، ادهنها كويس بالزيت. والفرن معايا والع دلوقتي مولع، انا مشغله على الفرن عشان ايه اول ما اخلص ادخل ايه ادخلها على طول. اهي تدهنيها بقى ايه كده كويس، كده نشيل دي كده على جنب. وهنا معايا ربع كوبايه سكر ومعلقه الكاكاو اللي هي الصغيره، هبدا ان انا اقلبهم كده مع بعض عشان ايه يديني لون بس كده وانا بقلب الكيكه. تمام حطهم كده وابدا ايه لما ايه صح. كده حبايبي كده بقى هبدأ دلوقتي ان انا احط التمر ده. طبعا انت لو بتعملي التمر ده عشان معمول انا مفصصاه وحطاه في الفريزر فبيبقى معايا حبايبي اللي هو ايه يعني طري كده زي ما احنا شايفين. فانت لو عندك البلح الاسمر طازه هتبداي اللي انت بتفصصيه صاص كده اهوت، وبتبداي بعد كده اهوت اللي انت ايه بترصيه كده يعني بالشكل كده ايه يعني بالشكل جميل كده اهوت. دلوقتي بس انا عشان هو بقى ايه طري كده معايا فانا هبدا ان انا احطه كده اهوت وافرده بقى ايه كده بايديا في الصينيه. الكيكه ديت جميله جدا وسهله كمان. انا عندي المتابعين عندي في القناه بيحبوا يعني بيقولوا لي انا احنا بنحب وصفاتك عشان سهله واحنا كمان بنقدر اللي احنا ايه نعملها، فالحمد لله. كده حبايبي انا هفرد بقى كده اهوت بالمعلقه كويس جدا عشان ايه، عشان في حتة تنات لقيتها اللي هي لسه بحاول ان انا اوزعها كده اهوت عشان حتى لما اجي اقلبها بعد كده اهوت تبقى ايه يبقى طبقه البلح متساويه معايا وكلها زي بعضي. بس كده
دلوقتي حبايبي حابه بقى ان انا اجهز خليط الكيكه، حابه ان انا انخل الدقيق عليهم الكيس البيكنج باودر، وهنا معايا دي كده رشة ايه ملح، بس هبدأ بقى ده انا انخلهم كده مع بعض ده عشان يبقوا ايه جاهزين معايا. زي ما قلت لكم الكوباية اللي انت بتستعمليها هي نفس الكوباية. كده خلاص هبدأ بقى انا ايه احط كوبايه الميه، احطها في شقشق الخلاط. راح نحط معاها الزيت، وهبدأ احط عليها كوبايه السكر. اهي صورتيها. دلوقتي بقى هبدأ بالنسبة للبيض بقى، بتكسري ايه بيضة بيضة عشان ايه تتأكدي ان البيض معاكي سليق. ما اهو كده حبايبي، هحط بقى ايه بقية البيض كده بنفس الطريقة كده اهوت، وارجع تاني. كده حبايبي ده كده الاتنين بيضة اللي فاضلين هفضيهم على انا كده حطيت البيضة الاول واحدة، يبقى انا كده حطيت كل المقادير. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اضرب الخليط ده كده مع بعضه. وهو كده باين معاكي؟ هوقف بس دلوقتي هضربهم كده دقيقتين كده وارجع تاني. كده حبايبي انا كده خلصت كده ضربت الخليط كده مع بعضه. معلقه هبدأ بقى انا احطه كده اهوت على خليط الدقيق كده اهوت والبيكنج باودر، واقلبهم كده ايه بالمعلقه لحد ما يختلط كده ايه مع بعض. هقلبهم كده كويس مع بعض ونرجع تاني. كده حبايبي انا كده قلبت الخليط كده كله مع بعضه كويس. هبدأ بقى ايه اللي انا احطه كده اهوت. عايز امسك بس المعلقة دي. كده بس انا ايه هوقف بس كده اهوت. لا مش تليفون، الخليط اللي فاضل يعني مش هحطه كله، علشان هي تاخد برضو راحتها ونديها برضو فرصه اللي هي ايه الخليط الكيكه ايه يرتفق. هنا انا دهنه قالب كده صغير اهوت، ورشه فيه بقى ايه شويه يعني دهنه زيت ورشه فيه حبه دقيق كده اهوت، هفضي فيه اللي فاضل معايا. يعني تلتين القلب كده اهوت بس، اللي فاضل بقى ممكن احطه ايه ازوده هنا بس كده. كده حبايبي كده خلاص، ده كده الكيكة البلح كده خلصت معايا، وده كده اللي فضل هنعمله كده في قالب صغير وهدخلهم بقى على الفرن. الفرن زي ما قلت لكم يعني مولعان، يعني تولعيه اول ما تعملي الكيكه عشان ايه تدخليها تبدا ليها ايه يعني تستوي معاكي بسرعه.
هوقف بقى دلوقتي ونرجع تاني. الفرن درجة الحرارة بتاعت الفرن وسط يعني 180 كده، ممكن تاخد بقى معاكي من نص ساعة يعني على حسب بقى تابعيها كده. اهوت كل شوية برضو ببص عليها بعد 20 دقيقة كده تابعيها. كده حبايبي الكيكة كده خلاص استوت. هقلب بقى معاكم الصغيرة دي الأول. لا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سبتها طلعتها من الفرن وسبتها لما هدأت، شايفين؟ نقلب مع بعض الكبيرة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنة لسه، امسكها بحتة. انا دي بس شايفين حبايبي، انا ايه تقدري ان انت تتصرفي لو حصل معاكي يعني زي ما حصل معايا كده اهوت، اعمليها كده بالسكينة، اطلعها بالسكينة هتطلع معاكي على طول وسويها. المفروض ديت اهوت. طب ماشي، سووها كده وخلاص. بس كده خلاص، هشوف بقى السكينة ونرجع تاني واقطع لكم منها حتة ونشوفها مع بعض. ده دلوقتي يا حبايبي هوريكم بقى ايه، هقطع منها كده حتة عشان نشوفوا شكلها. طبعا هي لسه سخنة معايا، المفروض ان انا ايه كنت اسيبها. شايفين هي، شايفين حتى البخار اللي بيطلع. المفروض ان انا اسيبها لحد ما تهدى خالص، بس انا حبيت بس اللي انا ايه اوريلكوا شكلها. طبعا هي بتبقى طعمها جميل جدا. كمان طبقة البلح اللي فوق ديت واللون اللي فوق ده هوت اللي هو الكاكاو اللي انا حطيته مع السكر، ادالها اللون اللي هو الشوكولاتة ده، البني الشوكولاتة، خلاها جميلة جدا. وكمان البلح كده لما تيجي تاكليها مع قطعة الكيكة هتديها يعني طعم جميل جدا، يعني مغذية كمان، ويعني حاجة جميلة يعني، وبتدي الجسم كده طاقة كده هوت وفيتامينات. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت اللي انتوا تدعمونا كده بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. بحبكم جدا جدا في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي.